يقول: فضيلة الشيخ، لقد علمنا أهمية طلب العلم فحرصني على ذلك، غير أننا صدمنا بالواقع تعد الحياة بالمتناقضات، فما يبنى في سنة تهدمه الوسائل الأخرى في ليلة، فتنشأ الناشئة في المجتمعات الإسلامية نشأة متناقضة، يقرؤون آية الحجاب في الصباح فيرون ما يناقضها في المساء، فما هو الواجب تجاه ذلك؟ هذا هو الابتلاء والامتحان، ولا سيما في آخر الزمان، في زماننا هذا وفي آخر الزمان، وفي غربة من الدين، فلا بد من الصبر، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم: يفعل ما زمان الصابر على دينك قابل على جنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطلب الغرباء، فرد مسلم في الصحيح. زاد غيره: إذا أخبر الغرباء من الغرباء قال: الذين يصلحون إلى فسد الناس، فالأخلاق يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي حديث أبي ثعلبة: العامل منه 51، فإن رسول الله منا ومنه قلبا منكم، وأسباب ذلك قلة الأنصار والأعوان وكثرة المهالك والشبه وكثرة طرق الضلالة والدعاة إليها. فلهذا الصابر في آخر الزمان على العلم والعمل له 51 من الصحابة، مثل 51، لأنهم يجدون أعوانا في أول الزمن وفي أول مجيء الإسلام وفي نشاط الإسلام وفي نشاط المسلمين وقوة الإسلام وقوة المسلمين وكثرة الأعوان وانتحار الأعداء. أما في آخر الزمان فالعكس، كثرة الأعداء وكثرة دعاة الضلالة وقلة الأنصار وقلة المعين على الحق مع كثرة الشبه. هذا صراع بين الحق والباطل في آخر الزمان شديد، فلا بد من صبر على ما تعلمه، ثم عرف مما تعلم الحق، ثم رأى ما يواده حمد الله على بصيره، وحمد الله من أن جعلهم من عرف هذا الحق، ثم يعمل ما يستطيع من إنكار المنكر والدعوة إلى الخير حتى يحقق من علم. وهذا يشمل ما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بالفروع.